السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبع قناة شوف تي في. مرحبا بكم عبر هذا البث المباشر الجديد. كما تشوفوا ما زلنا بعمدة المسيك، حملة حملة لجل السلطة بقطاع بالمسيك مكونة من السيد الباشا رئيس دائرة وسيد القائد مشاهد قناة شوف تي في. كما تشوفوا السيدة القائدة عوان السلطة يقيم بواحد المهام وتشوفوا متتبع قناة شوف تي في السيد الباشا القائدة عوان السلطة حملة أمنية لرجال السلطة بعمالة مقاطعة بنسيك كما تشوفوا متتبع قناة شوف تي في. كما تشوفوا متتبع قناة شوف تي في حتى رجال القوات المساعدة خارجين في حملة ليلية
ماريا ماريا، عليكم السلام. في انتظار استكمال الحملة وما عرفناش السبب ديال التوقف ديالهم. زيري مازلنا متتبع قناة شوف تي في رفقة هذه الحملة الأمنية، أو تنقول حنا رجال السلطة.
منهم غير بحال هكا الوثيقه بغينا تنقلوا هذا الشيء اللي كان كما تشوفوا متسبيق قناة شوف تي في سيد البشر سيد القائدة عوان السلطة كلهم قيمين واحد مهام ديال الحملة كما تتبعتم مشاهد قناة شو تي في الحملة لي كاميرا يكون صحفي عنده بطاقة مهنية راه ماشي مازلنا نرافق السلطات المحلية بمقاطعة من مسيك احنا ما تنقولو كاين بعد السلطات بعمالة من مسيك راه قيمين بالمهام ديالهم بالمجهودات ديالهم الجبارة لاستتباب الأمن محاربة هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة معاقبة أي واحد تكون يعني ما بعد الساعة 9 ليلا راكي تسمى خرق قانون الطوارئ أو الحجر الصحي
دائما كما تنشوفوا حنايا تنشوفوا بان السيد باشا اللي كان سابقا كنا خرجنا بواحد الحمله ديالو، كان حمله ديال الاعتقالات اللي اي واحد كيلقاه يعني ما ديرش كمامه او خارق الحظر الصحي تتم التوقيف ديالو. انا خايف عليك، اش قلت لك؟ ما طلعش لي راهو وحدك على الجندار ومشيت انت وياك. خرج من خويا معاك. خويا الله يبارك فيك. ما عرفتش شنو طلع. قول لي زعما قلت عاود لي انا. الاعلام منعدمه
وصافي الله يسخر يا رجل فعلا احنا Ça
بي قد نشوف تي في كما حملة بعد الأصدقاء ديال القطاع بالمسيك ما كاين حتى شي حاجة اللي كلشي داخل مما ترى السلطة بمقاطعة بالمسيك باش يتوقفوا أمام مقاطعة بالمسيك لأن كنا واحد الجولة معاهم اللي هي حملة كلشي داخل هذاك القطاع بالمسيك كنتم مع هذا البث المباشر كنتمنى للجميع الصحة والسلامة وطول العمر.